الحمد لله رب العالمين. الحقيقه دكتور حسان تفضل وعرفني ان انا استاذ جيولوجيا، لما قلت له استاذ جيولوجيا، بس هو اللي عنده مستشفى وعنده كليه طب مع الوقت كده كرئيس جامعه لازم يتحول الى طبيب، بعد شويه كده بنفسه بقى طبيب. فالحقيقه يعني انا بدايه بتوجه بكل الشكر والتقدير للدكتور فؤاد رئيس اتحاد روابط جراحي اليد العرب. الحقيقه مجهود متميز ومجهود رائع ان يستطيع ان يجمع هذه الروابط في مظله واحده من اجل نشر ودعم وتوعيه وبناء قدرات اطبائنا جراحي اليد العرب والاستفاده من الخبرات المتعدده والعديده بين الدول العربيه. فباسم جامعه سوهاج وباسم اعضاء التدريس في كليه الطب وبشكل خاص وحده الجراحات الميكروسكوبيه نتوجه للدكتور فؤاد كل الشكر والتقدير. الشكر ايضا للاخ العزيز دكتور حسان النعماني مدير وحدة جراحات اليد والميكروسكوبية، وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، ووكيل كلية الطب لدراسات العليا والبحوث. والحقيقة دكتور حسان شعلت نشاط وشخصية متميزة في تخصصه، وأعتقد يعني تشاركوني الرأي أنه أضاف كثيرا لجراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، وإن شاء الله بالتنسيق مع دكتور فؤاد ودكتور حسان ونحن كجامعة سوهاج وكلية الطب يسعدنا دائما تقديم كل الدعم لمن يرغب من زملائنا من الدول العربية في التدريب والتواصل واستضافتهم لدينا في جامعة سوهاج. هي كل الشكر للسادة الضيوف اللي حضروا من كل الدول العربية والدول الأوروبية وتحملوا عناء ومشقة السفر، ولكن هذا عهدنا كباحثين إن احنا نلحق نلهس وراء المعلومة ونسافر طويلا وكثيرا لكي نلتقي بزملائنا من أجل تبادل الخبرات ومن أجل المزيد من التعلم ومن أجل التواصل والتلاقي مع زملائنا في كل مكان من الباحثين. كل الشكر لحضراتكم وسعداء جدا بأن تشرفونا في جامعة سوهاج وأن نلتقي في هذا المؤتمر الطيب والذي يناقش أكثر من 120 بحث في جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، وبالتأكيد هذه إضافة علمية لكل منا سوف يستفيد من هذا المؤتمر. نحن في جامعة سوهاج نهتم بشكل خاص، وأعتقد زمايلي في كلية الطب وعلى مستوى الجامعة يدركون ذلك تماما، نهتم بشكل خاص بالبحث العلمي، وأحد جوانب البحث العلمي هو المؤتمرات العلمية. يمكن خلال العام المنصرم إلى الآن أكثر من 40 بحث علمي تم تنفيذهم في جامعة سوهاج في مختلف التخصصات العلمية، وأكثرها كان في كلية الطب، وده يمكن يؤكد على أن كلية الطب والعلوم الطبية بالذات من العلوم التي يحدث فيها تغيرات سريعة وكثيرة، ولذلك فالمؤتمرات وأيضا التخصصات المتعددة في المؤتمرات تكون أيضا متعددة، وبالتأكيد بيكون فيها إضافة علمية واستفادة علمية للحضور. الحقيقة أنا مهتم أيضا بالبحث العلمي، ولنا الفخر في جامعة سوهاج ان انا من افضل 19 جامعه في مصر، ترتيبنا يمكن رقم 7 من 19 جامعه، وده احدث تصنيف في التايمز اوف هاير ادوكيشن. ده يؤكد ان احنا على طريق صحيح، ان دعمنا للبحث العلمي والنشر العلمي له مردود ايضا، وفي بعض الاجراءات اللي بناخدها في جامعه سوهاج لتشجيع البحث العلمي وتشجيع النشر العلمي من المؤكد باذن الله انها ستاتي ثمارها قريبا
في ترتيب تصنيف الجامعة بين الجامعات العالمية والجامعات العربية. كل الدعم من جامعة سوهاج إلى كلية الطب وإلى دعم المؤتمرات العلمية. وأتمنى لحضراتكم إقامة طيبة في الأقصر، وأتمنى أن يكون هناك حوارا علميا متميزا نستفيد منه جميعا. وسعيد جدا من أن أرى هذه الوجوه الشابة الكثيرة في المؤتمر، لأن ده بالتأكيد استفادة لكل الناس الجينيورز اللي عندنا موجودين، علشان فعلا يقدروا يستفيدوا من أساتذتهم في هذا التخصص الدقيق والتخصص المطلوب واللي أضاف كثيرا للطب. في النهاية لكم مني كل الشكر والتقدير، وأتمنى أن تكون هناك توصيات قابلة للتطبيق. نتولى لجنة من المؤتمر تنفيذها والعمل على أن نراها على أرض الواقع. وأشكركم كل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let me in a few words in English to welcome our guests from different countries. On behalf of Sohag University, I am very pleased as the president of Sohag University to welcome you all here. In fact, your existence and your presence here is a great chance for us to change our experiences and change our knowledge. I'm sure that we're definitely going to benefit from your experience here. And I am looking forward for the fruitful discussion. And I would like you all to have a great stay and enjoy your time and lost. Thank you very much.